بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولك. يا ربنا اجعلنا من خير من حمل رسالتك يا كريم يا عظيم. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسي الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. هو الرحمة دائما هنا وهناك، لا يجمعنكم بلا التوكيد والأشياء أشياء قريبة. البعث محتوم، تحب ولا تكره، قل مهما كتمتم هذه الحقيقة فهي موجودة في شرايينكم، موجودة في خلاياكم، في ذبذبات خلاياكم، وفي الجينوم نتاعكم كله يشهد أن هناك بعث، وبقدرة من؟ قدرة البعث سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله تعالى.